بعد تحقيق الإنجاز التاريخي وضمان التأهل إلى نهائية كأس العالم بليتوانيا شتنبر المقبل، حظي الفريق الوطني المتوج باللقب الإفريقي باستقبال واحتفاء كبيرين في وزارة الثقافة والشباب والرياضة، حيث كانت الكلمات الدافئة مؤثرة، وسيما رسالة تهنئة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله لأعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة التي تلاها السيد الحسن عبيابة وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة. تتويج أبطال كرة القدم داخل القاعة بمدينة العيون لم يكن انتصارا فقط، ولكن كان جزءا وسيصبح جزءا من التاريخ الرياضي بالمملكة المغربية. وبهذه المناسبة احنا استقبلنا أبطال العيون ونشجعهم على مستقبل وشجعناهم على ما حققوه، ولكن الرعاية السامية كانت قيمة كبيرة جدا على الحفل وعلى المنتخب بصفة عامة وعلى أعضاء الجامعة الملكية لكرة القدم، لأن تهنئة. فرحانين بزاف، خصوصا أننا تواجدنا بنفس المكان هذه واحد 3 سنين بكأس إفريقيا الأولى، اليوم عاوتاني تيحتفلوا بنا، هذا يعني شرف لنا واعتزاز وفخر. وكذلك الفرحة الكبيرة اللي زادتنا هي البرقية السامية، هي جاتنا المرة الثانية على التوالي، هذا الشيء احنا فرحانين، وهذا يعني فوز وانتصار للجامعة الملكية برئيسها بأطرها والمنتخب ديالها، والحمد لله أننا نبقاو في هذا المستوى. العناصر الوطنية التي عادت بلقب إفريقي هام من حاضرة الصحراء المغربية مدينة العيون، والذي كان بارزا خلال البطولة، تلقت تكريما كبيرا من لدن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عرفانا بتتويج الهام وتقديرا لانتزاع اللقب الثاني على التوالي. الحمد لله اللي ربي قدرنا باش نفوزوا بهذا الكأس اللي في المغرب، يعني في المغرب يعني في بلادنا. التكريم هذا احنا الوزاره مشكوره على التكريم صراحه، وحنا فرحانين وكنحمد الله ونشكره بانهم زعما استقبلونا، وكنتمنوا من الله ان تكون بحال مد انجازات طاوله المنتخب الوطني الاول والمحلي وجميع المنتخبات المغربيه ان شاء الله. الحمد لله كنا قد المسؤوليه واستطعنا تحقيق اللقب في مدينه العيون وخلينا اللقب تما، وكنشكر كل من ساهم في التحفيز ديالنا اثناء البطوله واللي احتفل بنا من بعد البطوله. اسود الفوتسال الافريقي اذن كانوا في موعد الاحتفاء والاحتفال بلقبهم التاريخي، حيث كان قلب وزاره الثقافه والشباب والرياضه نابضا بالحب والتقدير وداعما لمقبل الرهانات.